بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أقوم بعمل فلاش لجهاز Y7 2018. هذا هو الجهاز كما ترون. هذا الجهاز فهو متوقف على اللوجو، لا يشتعل، يشتعل ويبقى على واقف على اللوجو. سوف نقوم بعمل فلاش عن طريق دونجل UFT برو، وسوف نقوم بإحياء هذا الهاتف إن شاء الله. إذن على بركة الله سوف نقوم بالدخول إلى الدونجل. الطريقة التي سوف نقوم بتفليش وهي عن طريق تيست بوينت، يعني الأوديال مود. أولا سوف نقوم بالدخول إلى الدونجل UFT برو، ثم سوف نختار هنا الهواوي، وسوف اختار طريقة الفلاش عن طريق الامبريك هنا امبريك، ثم سأترك هنا الاوديال مود، ثم سوف نختار هنا لدي خيارين، هذا Y7 2018 وهذا Y7 2019. سوف اختار Y7 2018، ثم هنا لقد قمت سابقا بتحميل الفلاشة ووضعها في الديسكتوب في البيرو كما ترون. هذه هي الفلاشة، قمت بفك الضغط عليها، ما علي سوى ان اقوم باختيار المجلد. من هنا سوف اختار XML API، ثم الدخول الى الفلاشة كما ترون، ثم الضغط هنا من اجل تحميل الملفات كما ترون. فقد تم تحميل الملفات. الان سوف اقوم بعمل كونكت او بايصال الهاتف عن طريق تيست بوينت للحاسوب. تيست بوينت نقطتي تيست بوينت كما ترون هنا في جوجل. سوف أقوم بإيصال هذه النقطتين ثم إيصال الهاتف مع الحاسوب، هذه النقطتين كما ترون. إذن على بركة الله. ننتظر. إذن كما ترون فقد تم إيصال الهاتف مع الحاسوب عن طريق تيست بوينت. الآن سوف أقوم بالضغط على ستار والانتظار حتى يتم أو حتى ينتهي من تحميل الفلاشة على الهاتف. إذن الآن لقد تم الانتهاء من الفلاش، سوف ننتظر حتى يشتعل الهاتف.